حدث هذا في قريتنا، وبالضبط في شارع يوجد فيه عدة مقابر، وقليل ما كان يمر به أحد، وخصوصا في الليل. وكان يقول أحد الناس أنه يسمع أصوات غريبة في الليل، لكنني لم أكن أهتم لهذه الأمور. ففي يوم من الأيام دعيت من قبل أصدقائي في ساحة القرية لكي نقضي بعض الوقت في المقهى، فذهبت وقضيت بعض الوقت معهم واستمتعت برفقتهم في تلك الليلة. فقررت أن أعود إلى البيت لأن الوقت قد تأخر، وكانت الساعة 1:30 ليلا. فبينما كنت ذاهبا إلى البيت بمفردي، مررت من ذلك الطريق الذي توجد فيه المقابر. كنت في البداية خائفا لأنني شعرت بالمغامرة، وكان الطريق خاليا من الناس والصوت والضوء. فمشيت ولم أسمع أي صوت ولم أرى أي شيء، فشعرت بالراحة في تلك اللحظة. وفجأة رأيت خروفا في الشارع قرب أحد المقابر، فقلت ربما يكون لراعي الأغنام في تلك القرية. احترت ماذا أفعل به، فقررت أن أأخذه إلى البيت وفي الصباح أعطيه إياه. فحملته على ظهري وبدأت أمشي به، ولكن بعد أن حملته بدأ يصدر أصواتا غريبة. فنظرت إليه فوجدته بوجه جن تماما، ولون عينيه حمراء، وكان شكله مخيفا جدا. فرميته وبدأت بالصراخ وهربت من المكان بسرعة، وبفضل الله لم يحصل لي شيء، وقررت ألا أعود لذلك المكان أبدا. في يوم من أيام شهر رمضان المبارك في منتصف الليل، كنت أتصفح عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرأيت عن كيفية تحضير جنية لتتكلم معها. لا أحد يؤمن بهذه الترهات، فقلت لما لا أجرب، فقط لأن الملل كاد أن يقتلني. فعندما جربتها لم أفعل أي شيء، فقط قرأت بعض الكلمات لتحضير الجنية. ولكن عندما انتهيت أتاني اتصال من شخص مجهول، لقد كان يصرخ. فقلت له من أنت؟ فقفل الخط. وفجأة أتاني اتصال من شخص مجهول آخر بصوت المرأة التي ذكرتها في تلك الكلمات لتحضير الجنية، وقالت لي نفس تلك الكلمات مع ذكر اسمي. استغربت وقلت في نفسي ماذا؟ كيف عرفت اسمي؟ فجأة بدأت بالصراخ من أنت؟ كيف تعرفني؟ ومن شدة خوفي رميت هاتفي وهربت عند صديقي وأخبرته بالأمر، ولكن لا أحد آمن بما قلته. ثم عدت إلى المنزل وقرأت سورة الملك وذهبت إلى النوم، ومنذ ذلك اليوم لم يتكرر معي الأمر، والحمد لله.